دكتور أحمد، يعني لعلك أكيد لاحظت معي كذلك المشاهد الكريم والمشاهد الكريم، أن العالم المتحضر اليوم أكثر إصابة بالفيروس، يعني لو أخذنا إيطاليا، إسبانيا، ألمانيا، فرنسا، الصين، أكثر من دول اللي هم مثلا يسموها إفريقيا السمراء مثلا. هل في سر معين أو بسبب الرحلات؟ يعني هل هو بسبب يعني الرحلات الجوية والدولية؟ لأنه ما أقول أنه إفريقيا ما فيها إصابات، لكن ليست بعدد الإصابات في إسبانيا وإيطاليا والصين. صحيح. أول شيء يعني هذا هي لها عدة تفسيرات، لكن يعني أول شيء هو لطف الله، يعني لو حدث هذا الجائحة في أفريقيا يمكن تقضت على القارة كاملة. أفريقيا يعني دول فقيرة، زرت أفريقيا بالمناسبة أكثر من مرة وشفت أنظمتهم الصحية ووضعهم هناك، ما لا يستطيعون التعامل مع هذا مع جائحات مثل هذا النوع. فلطف الله يعني بهم أنه لم يكن، لطف الله بها هذا أولا، ولطف الله بالجميع يعني. نعم، لكن أحيانا الرحلات في أوروبا طبعا الرحلات التجارية مفتوحة، الصين تعتبر مصنع العالم والمستهلك يعني العالم الغربي جميعا. قلة يعني الدول الأوروبية وأمريكا عموما لم يستشعروا الخطر مبكرا، يعني صح، لم يكن هناك استشعار الخطر مبكرا فانتشر الفيروس عندهم. يعني كأنهم أرادوا تضخيمه أو أي لم يريدوا تضخيمه. حتى منظمة الصحة العالمية لم تعلن أنه يكون جائحة إلا في آخر الأيام، يعني تقريبا أسبوعين أظن، يعني تقديرهم لم يكن ذاك، كانوا يتمنوا أن يحدث شيء، أن الصين تستطيع السيطرة على الموضوع، لكن الأمور خرجت عن السيطرة والحمد لله. عندنا هنا يعني كان هنالك خطوات استباقية من حكومة المملكة العربية السعودية وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية مبكرا، فهذا ما أدى إلى قلة الحالات عندنا إن شاء الله واختفاءها قريبا. نعم، لما أقول